عناوينه الأخبار. فعاليات الجلسة العمل الإخبارية للباحثين العقاريين. نابل، تساؤل حول التعتيم على ملف مقاسم السكن الاجتماعي. جربة، قطاع السياحة بين الموجود والمنشود. البعث العقاري، إغراق القطاع مقابل ارتفاع مشط لسعر المتر المربع. هل يبقى التونسي كالراي مدى الحياة نتيجة ارتفاع أسعار السكن؟ أيام البناء الإيكولوجي 10 و11 من فيفري المقبل بالعاصمة. تفاصيل الأخبار. مرحبا بكم في الأخبار العقارية. فعالية الجلسة العامة الإخبارية للباحثين العقاريين. انعقدت يوم الأربعاء المنقضي الجلسة العامة الإخبارية للغرفة النقابية الوطنية للباحثين العقاريين بمقر الاتحاد المركزي التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، وذلك قصد الاطلاع على مستجدات القطاع والتغطية الإعلامية لتطورات هذا القطاع الاقتصادي الهام. ترأس الجلسة رئيس الغرفة السيد فهمي شعبان بمشاركة رئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت ورئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة IFH إلى جانب ثلة من أهم الباحثين العقاريين في تونس. أكد الحضور على ضرورة مساندة الغرفة من أجل الضغط على كل الأطراف المسؤولة كوزارة التجهيز والبلديات إلى التفاعل الإيجابي وتجاوز العراقيل التي تواجهها الغرفة، هذا إلى جانب التطرق إلى الطرق المثلى لتداول المعلومة وإيصالها إلى الجهة المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تنتظم في إطار الإعداد اليوم الوطني للبعث العقاري الذي سينتظم في شهر مايو المقبل بنزل قرطاج تلسو بجمرت. نابل، تساؤل حول التعتيم على ملف مقاسم السكن الاجتماعي. يشكو المواطن في ولاية نابل من بطء تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي المدرجة ببرامج التنمية الجهوية والمحلية منذ عدة سنوات، فمشاريع تقاسيم السكن بكل من قربة وتكلسة وبوعرقوب مثلا معطلة ولم تشهد أي تقدم على أرض الواقع، لتبقى في رفوف المصالح الإدارية المعنية. فمئة الهكتارات التابعة للأراضي الدولية هي مساحات بيضاء جرداء مهجورة بعيدة عن الدورة الاقتصادية، ومن المفروض أن تمثل متنفسا للمدن والأحياء الشعبية. هذا الوضع العائد إلى تعطل تنفيذ المشاريع الخاصة بالسكن أثر على أسعار العقارات التي ازدادت لهيبا. جربة، قطاع السياحة بين الموجود والمنشود. نظمت الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة بأحدى المنشآت السياحية بجزيرة جربة ندوة حضرها مجموعة من وكلاء الأسفار ومختصون في قطاع السياحة، وذلك للتباحث في واقع المنظومة السياحية في تونس اليوم وأهمية الابتكار والتجديد في دور وكيل الأسفار باعتباره وسيطا مهما في النهوض بالقطاع السياحي. هذا وأكد رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار والسياحة على أن المشرع التونسي تقليدي ويستوجب تحينه حتى يستوعب حيوية وحركية هذا القطاع. من ناحية أخرى أكد على أهمية دور البلديات وضرورة نشاطها في هذا المجال. وقد تعرض خبراء القطاع إلى ضرورة التركيز على السياحة البديلة كتعويض للسياحة التقليدية لترتكز على البعد الحضاري والطبيعي والثقافي الذي تزخر به البلاد خارج المناطق السياحية التقليدية. البعث العقاري، إغراق القطاع مقابل ارتفاع مشط لسعر المتر مربع. عرف سعر المتر مربع من الشقق الجاهزة ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع في غضون 4 سنوات من 500 دينار إلى 1500 كمعدل عادي، لكن هذا السعر يتضاعف في المناطق السياحية والأحياء السكنية الراقية ليصل إلى 3000 دينار للمتر المربع الجاهز.
الارتفاع المشد في أسعار العقارات يعود إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار المواد الأولية. من جهة أخرى، فإن التطور المهول في عدد الباعثين العقاريين يعتبر من أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات، وذلك على خلفية تزايد الطلب على اليد العاملة والأراضي الصالحة للبناء، وأيضا على المواد الأولية. هل يبقى التونسي كالراي مدى الحياة نتيجة ارتفاع أسعار السكن؟ ارتفعت صيحات التونسيين الباحثين عن امتلاك منزل بعد أن التهبت أسعار العقارات، وهو ما يهدد التونسي بامتلاك لقب كالراي مدى الحياة والمضاربات وتبييض الأموال والمحاباة في قفص الاتهام. فالمستثمرون في هذا المجال يواجهون مجموعة من المشاكل التي تؤثر على التكلفة، أبرزها خضوع سوق العقارات للمضاربات والفوائض المتنامية في القطاع البنكي، حيث وصف نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وصف الارتفاع المشد في أسعار العقارات بالكارثة الوطنية، وطلب بفتح هذا الملف وتنظيف الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال مثل الIFH وSNIT وSPROLS وإعادة وضع قوانين تتماشى وإمكانيات الطبقات المتوسطة للتونسيين. أيام البناء الإيكولوجي 10 و11 من فيفري المقبل بالعاصمة. تنظم مؤسسة الاستشارات والأعمال الأيام العقارية 7 الخاصة بالبناء الإيكولوجي معرضا خاصا بالمهنيين لمدة يومين 10 و11 من فيفري 2015 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، وبمشاركة عديد الهيئات والمؤسسات. تشمل الأيام العقارية 3 مجالات متميزة، وهي معرض خاص بالبناء الإيكولوجي جهز لإبراز الخبرات والمنتجات للزوار من المهنيين والمختصين، كما سيقوم خبراء ومهنيون بعقد سلسلة من المؤتمرات وورشات عمل تقنية كونفرنس ووركشوبس، إضافة إلى انعقاد لقاءات شراكة FDV B2B بين المهنيين. الأيام العقارية 7 توفر فرصا هامة لخلق مجال للتعرف بين المهنيين والمختصين في الميدان، والذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على القطاع. نخيب كل مدعوين معناتها باش تساهموا، راهو مش كان بس كونسلتينغ هي المسؤول على الشيء هذا، سي لا شامبر ناسيونال كونسلتينغ موجودة كأورغانيزاتور كأكتور اكسترن، يعني عنده تجربة من خلال لي جورني اللي نظروا احنا جورني دو لي كونستركسيون وإلى الكيد دو ليموبيلي. هكذا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار العقارية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.